هذا الفنان القدير الموهوب مهند، بس صدق انا لحد الان ما اعرف الفاميلي نيم. الجميل الصوت يوصل دحين كذا؟ اي وصل اكيد. طيب انا بسالك اسئله ممكن؟ 1 minute only. انت في الدراما اللي تقدمها شنو اللي قاعد تفكر فيه كمستقبلا؟ فقط 18 وانا شفت 18 ما صار هذه السنه، ما في اصلا 18. في حيكون عمل ان شاء الله باذن الله مع ناصر القصبي، لكن حيكون باذن الله مو على رمضان هذا، لانه رمضان هذا راح ما عنده حاجه، حيكون على رمضان الجاي ان شاء الله باذن الله. انا اطمح مو بس 18 ولا ناصر، لانه 18 خلص، حيكون مع ناصر وغير ناصر باذن الله في العالم العربي ان شاء الله. طيب ايش رايك الكوميديا البريطانيه والانجليزيه والكوميديا الغربيه، ايش رايك فيها؟ والله ما لنا فيها، خلينا هنا في العرب، بحيث انه احنا كعرب عندنا نكاتنا وهم كانجليز عندهم نكاتهم. حلو، فهل انت تقدر تبرع في النكات الانجليزيه والغربيه؟ والله احنا نقدر، قلت لك نقدر نوصل يعني اكثر من الغربيه واكثر من هذا كله، لكن احنا اول شيء نثبت وجودنا هنا في السعوديه في الخليج في العرب باذن الله، ونوصل اكثر تطور من ابداع الى ابداع ان شاء الله باذن الله. تقدر تعطيني وتبوح ببعض البرامج اللي انت راح تكون فيها؟ البرامج اللي راح تكون فيها؟ حكون مع ناصر القصه باذن الله رمضان الجاي في مسرحيات في برامج، بس زي ما تقول كل شيء وقته حلو ان شاء الله باذن الله. طيب حبي اخر سؤال، كم عرض جاك من بعد عرب جوت تالنت بصراحة؟ كثير. اشتركت في عرض؟ يعني وقعت عقد؟ لا تعليق. اوكي حبيبي، كان معك علي الخميس. والنعم والله. مع السلامة. يلا.